في الحلقة السابقة من صدمة بوك. أستاذ عماد إزاي حضرتك عامل إيه؟ إيجار الشقة فين يا أبوك؟ أنت لو ما دفعتيش الإيجار أنا هطلع على الاسم وهرميكي بره. إزيك يا محمود يا نصاب يا حرامي؟ فلوس الساحل يا حرامي يا نصاب. اسكت أنت يا شلب. ناخد فلوس الإيجار نحوشها ونجيب بيها عربية. إيه يا شلب؟ شلب عمل حادثة بيها. بس لازم تعرف ان احتمالية فقدانها للذاكرة 99%. يعني ايه؟ يعني ممكن ما تفتكرش اي حاجة نهائيا، ولا حتى انا يا دكتور، ولا حتى انت. شلبي انت سرحان في ايه يا عم؟ بقالها اسبوع ما خرجتش يا محمود، وانا الصراحة قلقان. متقلقش يا شلبي، هي هتبقى كويسة. انت بس نام، ولما تصحى بكرة الصبح ان شاء الله انا بروح لها سوا. مش عارف انام، مش عارف انام يا محمود. راحت اغلى حاجة عندي، والله ما عارف انام يا محمود. طب حاول وانا هبقى اكلمك بكرة. انت راح فين؟ انا همشي انا بقى. هتسيبني لوحدي يا محمود؟ ايه؟ قصدي يعني خلاص خلاص يا محمود، يبقى كلمني. يلا سلام عليكم. سلام يا محمود، حفظ الله حفظ الله. سلام. قل لي لماذا اخترتني واخذتني بيديك من بين الانام ومشيت بي ومشيت ثم تركتني؟ ان كنت يا ملح المدامع تركتني فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام حتى أريح يدي من تقليب آخر صفحة من قصتي، تلك التي يشتد أبيضها فيعميني إذا اشتد الظلام، حتى أنام حتى أنام. هل نسيت ماضيك؟ هل نسيت أيامك؟ هل نسيت تلك الحكايات؟ إن كنت قد نسيت فأنا لم أنسى، لا زلت تعود لأيامك بين الحين والآخر. أعود عبر آلة الزمان، أعود كلما اشتقنا. ألم تشتاق؟ ألم تحن؟ ألا تعلم بأنك أصبحت أقرب من ذي قبل؟ أصبحت أقرب من ذي قبل؟ أنت فقط قرر أن تعود قولا وفعلا. الأرنب لأمه خبطها خبطة موت وعجنها. قال الأرنب لأمه اسمحي لي راح ألعب ماما، قالت لولا يا ماما يمكن يجي الثعلب هز الأرنب. شلبي تزعلش يا شلبي، أنا مش هقدر أسيبك، مش هقدر أسيبك يا شلبي. لسه صاحية، لسه صاحية، لسه صاحية، لسه صاحية، انت لسه صاحية، انت لسه صاحية. الو استاذ شلبي معايا؟ ايوه مين؟ معاك الدكتور المسؤول عن حالة بوك. طمنا يا دكتور، بوك كويسة؟
حابب افرحك واقول لك ان بو فائد خلاص. طب الحمد لله الحمد لله. بس في حاجة مش كويسة. في ايه؟ بو فقدت الذاكرة تماما. يعني ايه؟ يعني انا اللي هدفع الفلوس؟ نعم. طب انا اقدر اجي اخدها امتى؟ ده تاخدها ايه، هي روحت من نفسها. روحت فين؟ مش انت قلت ان هي فقدت الذاكرة؟ ازاي تسيبوها لوحدها؟ هي قبل ما تمشي رسمت صورة غريبة جدا، صورة كده فيها بحر وشجار وشاطئ ومكان كده غريب في الخلفية. انا عرفت هي هتكون فين. هو مين هيدفع فلوس المستشفى؟ شكرا يا دكتور، مع السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسهل لك. الله يسهل لي؟ ربنا يحنن عليك، ربنا يحنن عليك. انت مش عارف انا مين؟ معرفش ومش عايز اعرف. اتكل على الله. يلا يا عم. انا شلبي. شلبي. معرفكش. حاول تفتكر عشان خاطري. انت عارف انت لو مشيتش من قدام دلوقتي هعمل فيك ايه؟ ايه؟ اقسم بالله لا لا. وهعمل وهجيب 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 وهعمل كده اهو كلهم هيجي يتفرجوا على هنجدوا كلهم. انا ماشي. يلا خور ماشي. شلبي زيارة علشانك. معلش معلش. زيارة. بو سامحيني، انا اسف. قول لي ايه شعورك وانت مسجون؟ بتعايريني؟ قاعد لوحدك وسط هذه المشخخة مليئا بالاكتئاب وحزين. يا دي مسجون يا يو. قولي ايه شعورك وانت حبسجي؟ يعني ايه؟ قولي ايه شعورك وانت مسجون وحبسجي؟ قصدك ايه؟ يا حبسجي. هو هيكون قصدك، هو انت كنت بتضحك عليا؟ بتشخ مكان ما انت قاعد يا؟ انت ضحكت عليا. انت زعلان ان انا بضحك عليك؟ انت قسيت عليا. انا قسيت عليك. انت قسيت عليا. قسيت عليا. قسيت عليا بسببك، رحت للمستشفى ولما فوت ما لقيتش حد يقف جنبي غير الدكتور. اتفقت معاه عشان اخد حقي منكم ومنك انت بالذات يا شلبي. يعني انت ما كنتش فاقده الذاكره؟ لا مش فاقده الذاكره. يا ريت يا اخي كنت فاقده الذاكره ولا عرفتك اصلا. اوف. كل ده ليه؟ علشان غلطت غلطه. غلطتك دي كانت هتموتني. ما انا غلطت واتحسبت وهو في السجن. عجبك ده؟ بتسرقني يا شباب يا حبسجي، بتسرقني. ربنا يفك الدقيقه يا اخي ربنا يفك الدقيقه. خلاص مش هعمل كده تاني. على العموم انا جيت عشان اخرجك من هنا. هتهربيني يا عم؟ هربك انت؟ انت بتقول الكلام ده هنا عادي؟ قتلت استاذ عماد. ايه؟ دفعت فلوس الايجار كلها، دفعتها كلها خلاص. بجد؟ بجد. ويلا بقى، لقد سئمت من اجل هذه اللحظة. بو، انت لسه صاحية؟ انت تعيط ولا ايه؟ لسه صاحية. صاحية لحد دلوقتي ليه؟ ده الوقت اتأخر. يلا نكمل هنا. عايز ايه؟ ده انت قلقتينا ليه؟ يلا نكمل هنا. انا بس كنت عايز امشي يا عبيت يا. خلاص يا امشي يا عم. يلا بينا. امشي. خلاص يا شلبي. انا بس كنت عايز امشي. خلاص يا شلبي. انتي ما كنتيش كده معايا من الاول. امشي. خلاص يا عم انت. خلاص. يلا مفيش وقت.
وحشتيني يا قطتي. قولي قولي لماذا اخترتني وسبان؟ خلاص خلاص الله بسرعه. خد سمبوسه.